كوكب المشتري يا باشا، وما أدراك ما كوكب المشتري. يعتبر الكوكب ده هو المنقذ الثاني للأرض بعد الغلاف الجوي، لأن حجمه الكبير بيجذب الكويكبات اللي بتقرب من كوكب الأرض، ودي هتوصلنا للمعلومة الثانية، لو ضرب كويكب الأرض مستحيل نقدر نوقفه. بعض الثقوب السوداء بتتحرك بشكل مخفي، ولو دخل مجموعتنا الشمسية يبقى كل سنة وانتم طيبين. علشان تساوي كوكب الأرض بالشمس فأنت محتاج 1,300,000 من كوكب الأرض. لايك وفولو واستنوا اللي جاي.